وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا عدنان جان من مدينة قنجة في أذربيجان. أهلا بك عدنان. عدنان، ما هي آخر المواقف والتصريحات لديك، سيما بعد تصريحات وزير الخارجية التركي؟ وأيضا هل اتضحت عدنان أكثر أي تفاصيل حول المركز الروسي التركي المشترك والذي سيراقب وقف إطلاق النار؟ نعم سرمد، فيما يتعلق بالمركز التركي الروسي المشترك سوف يكون على الأراضي الأذربيجانية وبالتحديد في المدن التي كانت محتلة من قبل أرمينيا والتي تقع خارج إقليم كاراباخ. نتحدث عن 7 مدن أذربيجانية كانت تسيطر عليها القوات الأرمينية تقع في خارج إقليم كاراباخ، والقوات الأذربيجانية تمكنت خلال المعارك التي تواصلت لمدة 6 أسابيع من استعادة السيطرة على 4 من هذه المدن، وسوف تستعيد بقية المدن بناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. تفاصيل المركز هذا سرمد سوف يتضح يوم غد الجمعة. وفد روسي سوف يصل إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث جميع هذه التفاصيل، تفاصيل القوات التركية والروسية التي سوف تنتشر في إقليم كاراباخ وفي خارج إقليم كاراباخ لمراقبة وقف إطلاق النار وحفظ السلام بناء على الاتفاقية الموقعة. لكن ما تم التأكيد عليه اليوم على لسان وزير الخارجية مولود تشاوشولو بأن السلطات في أذربيجان هي من ستحدد المواقع التي سوف ينتشر فيها أو تنتشر فيها القوات التركية في محيط إقليم كاراباخ. أيضا كان هناك تحذيرات عالية اللهجة على لسان وزير الخارجية التركي الذي أدلى بتصريحات اليوم من العاصمة الأذربيجانية باكو، قال فيها بأن الاتفاقية عليها توقيع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان، وهي سوف تكون ملزمة لأرمينيا لتنفيذ جميع بنود هذه الاتفاقية. كان يلمح وزير الخارجية التركي لإمكانية الإطاحة بباشنيان في ظل الاحتجاجات الكبيرة التي تشهدها العاصمة الأرمينية يريفان، لكنه أكد بأن هذه الاتفاقية سوف تكون ملزمة لأي حكومة تأتي عقب باشنيان، وقال بأن أرمينيا سوف تدفع ثمنا باهظا في حال أخلت بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية. الانسحابات الأرمينية سرمد بدأت بالفعل على الأرض، وأولى هذه الانسحابات كانت اليوم من مدينة كالبجار، حيث انسحبت القوات الأرمينية من هذه المدينة تمهيدا لتسليمها إلى القوات الأذربيجانية التي سوف تدخلها بحلول الخامس عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وهذه الانسحابات سوف تتوالى في 20 من هذا الشهر من مدينة أغدام ومطلع الشهر المقبل من معبر لاتشين الاستراتيجي، وسوف يتم انتشار القوات الروسية والتركية خلال الفترة القليلة المقبلة في جميع هذه المناطق. وسوف تبدأ أذربيجان بحسب التصريحات التي أدلى بها علييف يوم أمس، سوف تبدأ بإعادة بناء البنية التحتية في المدن المدمرة تمهيدا لعودة اللاجئين الأذربيجانيين إلى قراهم ومدنهم هناك. شكرا لكل هذه المعلومات مراسلنا عدنان جان من مدينة قنجة في أذربيجان. شكرا جزيلا.